متابعينا اهلا ومرحبا بكم. اليوم في حلقه جديده من حلقات يوميات موسم مولاي عبد الامغار اختارينا ان نختاروا مسابقه للناس وكذلك الزوار هذا الموسم، يعني مسابقه تكون المواهب وطبيعه العالم المشاهدين هم اللي غادي يكونوا لجنه التحكيمات. خليوا في كومونتير الناس اللي غادي يفوزوا معنا مسابقه غيفوزوا بعديد من الاجهزه قيمه وكذلك عديد من المفاجات. خليكم معنا تتابعوا الحلقه. الموهبه ديال السلاويين هو القمار اخاي اللي يفوت المحرك اخاي تيطيح الباش تلقى القمار تما السلاويين زعما انواع اي حاجه بغيتي تلقاها هنايا في القاعه اخاي. الموهبه ديالي 14 سنه لجمعيه منظمه الكشفيه الساعات علوين بايع متجول انترناسيونال المغرب والجزائر. ممكن توريني يعني حنا سيدي شنو كدير؟ علاش لا؟ علاش لا نوريك يا ولد بلادي؟ هانتوما رد البلاء على هذا الكبار هذا العود والعود الخيالي اللي كيجيب هذا الكبار هذا كيتخلص. خلي هذيك اسيدي راهي الريحه عيرود كيطير على الكبار هذا الخيالي اللي تفكر على هذه ولد هذا مش خاصني ولد هذه ولد خاصني خاصها هذا يرحم عليك هذا وريها شوف هلا الحز على النمره الحمراء 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 هما هادو هادو والو ما يدو حتى لعبه الف ريال برديت انت قلب هي 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 هذيك على هذا النمر الله يبارك فيك زوجوك بالسيف عليك وانت امرك مغلوب عليك ومارياج الليلة ونهار حد فورس بين صنار مهيب ديالي انس قولي قولي في بلاصتك. تادو حنا مسروقين عندنا مع الصرف والمالك بالعربيه. شنو كديروا شنو الطرق اللي كتعتمدوا عليهم؟ بحال اش؟ بزاف تحل الموهبه ديالك. وتعدنا ما نبيع وشري، اي حاجه تعطيها لنا نبيع ونشريو فيها. اي حاجه نبيع ونشريو. بنادم تحطوا لنا تكاردو نبيعو انا قدام. لا دابا بنادم كتبيعوا الراس كل واحد ولا شنو؟ لا نيفك نبيعو ساهو. شحال يجي؟ يجي بالثمن عيط طلبوا فيه، الله يجي طلبوا فيه. ما قلتش باعوا ساهم. ساهم حصان. الله يحفظك. شنو الموهبه ديالك؟ المهم ديالي هي التيكواندو. منين مجاوب تبديتي فيها؟ تقريبا دابا شي 12 عام دابا. ممكن توريني شي حركات قتاليه ديالك؟ حاجه خفيفه دابا حاجه خفيفه. اشنو هو تيكواندو لي مانكيري؟ اللي بغيتي يعطينا شي ثلاثه الحركات ولا اربعه يكونوا معروفين ويكون ديرهم بطريقه اللي هي زوينه. ما دابا راك في هذه الحاله ما وحده بحال هكا بتجين عادي. مع راسك. عندك ضربني انا ولا شي حاجه. المهم القاسم باش نحيد عليك نحيد هذه باش باش ما تثقلش عليك. ما غاديرش حاجه بنادم. لا ماشي مشكل حنا دابا فهمتي يعني في البرنامج. تفضل. ماشي مجرف هذا الاخ. المهم شوف تسيني على ورقه لا جات فيك شي دقه حنا راه ما مسؤولين. تفضل. هذه سميتها ايتو يعني كتكون في كون باش كتكون قريب الكاو. هاد الحركة سميتها ليتو حركة أخرى؟ كاين بزاف ولكن بنادم قلت لك غيبقى ماشي وحدة ولا جوج غتزيد غير جوج دابا كاين بلوكاج بطلوا لي تشيقة الفوق. اه تفضل دابا البلوكاج آخر حركة شنو سميتها؟ 340 عندك عندك انت في عار الله انت في عار الله ما مزقنش. بديتي في هذه المسيره ديالك بديتي كتشارك في مسابقات تقريبا كان استعراضات صافي تبارك الله عليك وكنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. امين الله عليك. هذا واحد خينا عارض على صاحبه العشاء وحاط لي خي الزوب اللحم ونقز ولاد مولي الدار تياكلوا في الخي في اللحم والسيد تيتفرج شوفهم تياكلوا غير في خي الزوب في اللحم هو يقول لي السيد مول الدار قال لي كل كل خي الزر مزيان كيزيد من الدار هو يقول لي عطينا حقه ديال الحمام عطى البويا العمى الصراحه مزيان والله والله الا مزيان تبارك الله عليك الله يحفظك لا كاين كاين تبارك الله موهبه خاصك تشارك العام ستاندار ان شاء الله ولا شي حاجه ان شاء الله مرحبا صافي تبارك الله عليك شكرا تنجيو ليه كل عام تنفرحوا تنشطوا وكذا المهم ولاد سلاره ديما فين ما مشيتوا غتلقاهم و تشان شرح سبحان مالك اسمع شيني عشيري الليل يا
واحد ولد بني من الله. بني من الله كلشي مجموع العزة خوتي نشكروكم نتوما على هاد راني نبغيك واش ندير قلبي تألم والعين تسيل حبيتك تكوني ليا ما ظنيتك تكوني غيري ربي خلص باللي كان سباب قد المصعب ولا مكتاب ومارياج الليلة ونهار حدي فرص فين صنار بعد بعيد والله ننسى ونتمنى لك تولي تاني والذكريات تولي لينا انا قلبي ما هناني راني نبغيك واش ندير قلبي تألم والعين تسيل حبيتك تكوني ليا ما ظنيتك تكوني غيري. شي مسابقة؟ لا. علاش كتفكر الشاك؟ تبارك الله عندك صوت زوين. ما تلقاش معامل. عندي واحد ديسك اخر بغيتي نحفظو لك. لا يمكنك توجه رسالة يعني للمنتجين والناس باش يقدموا لك يد العون. وما نكرهش. توجه لهم في كاميرا. مرحبا. انا خوتي اش غنقول لكم انا واحد الانسان ضعيف فهمتي ولد باب الله. تنبغي ندير شي حاجة لشي موهبة ديال الأغاني إلا بغيت تساعدوني الله يكثر خيركم والله يجازيكم بخير. الله يستر لكم اخويا. تبارك الله عليك.